بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية بشكر جمعية، أنا مش عارف يعني بصراحة هي جمعية بجد بقى، لأنهم الحقيقة كلهم أساتذة جمال، وأنا الحقيقة حريص كل سنة إن أنا أبقى موجود معاهم في كل حتة، يعني نادر لما بقاش موجود. الدكتور محمد شحات الحقيقة من الشخصيات الجميلة جدا، وأنا يعني صديق غالي وفي مكان جميل بيجمعنا. وهي الجمعية الحقيقة الدكتور محمد متولي يعني دايما بيعمل حاجات حلوة برضو في الغردقة، يعني ليها بص ليها حاجة فنية جميلة. يعني طبعا كل الأساتذة الأفاضل، الدكتور مروان والدكتورة أستاذ دكتورة لاميا وكلهم الحقيقة، شكرا تشير بيرسون. الحقيقة الموضوع بسيط وهتكلم بسرعة عليه، هو النيو أبديتس في كوميونيتي أكوارد نمونيا. وطبعا أشكر شركة سانوفي إن أنا يعني على الدعوة إن أنا أكون السبيكر معهم. دول كام نقطة؟ ست نقط. كل نقطة من دول فيها خمسة آيتمز، وكل آيتم فيها خمسة انتيتيز، وكل انتيتي فيها نص ساعة. انا اتكلم على الابيديميولوجي بسرعه، باثوفيسيولوجي، هاو تو ديستينجويش بتوين برونكايتس، اكيوت برونكايتس اللي احنا دايما بننساها وبنعمل جايد لاينز بس للنمونيا، هاو تو ديفاين سيفيريتي، ولاستلي الانتي مايكروبيال تريتمنت. زي ما انتم شايفين كده اكتر من 3 مليون انيوال كيسز في ان يوروب في 2018، منهم اكتر من 20% هوسبيتاليزيشن، والموضوع ده معناه انه فعلا الموضوع كريتيكال. وكمان اللور او الريسبيرتوري انفيكشن دلوقتي هي الفورث ليدنج كوز اوف ديس، ودي برضو نحطها في يعني اعتبارنا. وبرضو اكتر من 50% من الانتي بايوتيك يوز في الريسبيرتوري تراكت انفيكشن ان اول اوفر ذا ويلد. النمونيا مش بس نمونيا، احنا عندنا الريسبيرتوري تراكت انفيكشن، عندنا نمونيا، انفيكشنز اكزيربيشن في السي او بي دي للانترستيشيال، لكل ده يعتبر برضو يعتبر نمونيا او يعتبر انفيكشن، برونكايتس، برونكيولايتس، تبركلوزس، كل الاوبورتونيستك انفيكشنز، الفيروسز اللي احنا شفناها عندنا، الكورونا شوف اثرت قد ايه عندنا. مين اللي بيتكلم هنا في الشامبر؟ طب زي بقى خلاص هم اللي هيتكلموا بعد كده. طيب خلاص ماشي. الباثوجينيسيس عندنا الاكثر هو المايكرو اسبيريشن اوف بكتيريا من الكولونايزيشن اوف ذا نيزوفارينكس، وانهيليشن زي الفيروس والتبركلوز والفانجس، والهيماتوجينس ديسيمينيشن. الحقيقه شايفين الهوست باثوجين انتر اكشن، انا دايما بتكلم في الحته دي والحقيقه محتاجه صدس كتيره قوي. الانتر اكشن بتوين ذا مايكرو اورجانيزم والهوست، بمعنى احنا لو احنا موجودين ومعانا خمسه عندهم كورونا، ده فور اكزامبل مش كورونا يعني تي بي، ايه رايكم بقى مثلا يعني، واحنا قاعدين معاهم لفتره يوم بحاله، ايه اللي يخلي ناس يحصل لها انفكشن او سب كلينيكال انفكشن، وناس تانية يبقى عندهم السيمتومز والساينز وكل الديزيز نفسه كلها؟ ايه الفرق؟ ودي محتاجه ابحاث كتيره جدا. السترين نفسه، احنا كنا بقى في الكورونا نقول ايه الفيروس لود، مش كده؟ ان في ناس خدوا فيروس لود ولا حصل لهم حاجه. وانا بعتقد انه حتى على مستوى الخلايا الماكروفاج والليمفوسايتس، على مستوى خلايا زي ما احنا كده كلنا مختلفين في ارائنا وفي كل حاجه، الخلايا بتاعتنا نفس الكلام، الميموري سيلز بتاعتها بتختلف من واحد لواحد، وبالتالي هي زي ما انا بقول هي يعني انتر اكشن بتوين دي مايكرو اورجانيزم والهوست. الهوست بقى خد عندك كتير قوي، الجينيتكس نفسه، بوليمورفيزم، الاميون ستيتس، الايدج، الكوموربيديتيز، كل دي
تداخلات او هوست فاكتورز بيجي مع المايكرو اورجانيزم وبيحدد الانفكشن اللي موجود. كلنا حافظين طبعا السبتوكوكس نمونيا اهمهم، وبالتالي احنا عندنا نيوموكوكال فاكسينيشن، انما ما عندناش مثلا ستاف فاكسينيشن، ما عندناش. طبعا نتمنى ان كل الناس اللي عندهم هاي ريسك فاكتورز للميرسا او السودوموناس نقدر نعمل لهم الفاكسينيشن ريسبيرتوري فايروسز والمايكوبكتيريا. برضو دي مهمه قوي، دي منشوره في 2021 وكان في الاي ار اس الاستادي دي موجوده، وبيبين انه 60% من الباثوجينز يعني ان ايدنتيفايد، يعني قد ايه 20-30% منهم استريبت وبعد كده مش عارف الفيروسز وكده، انما انتل ناو في 60%. ده ليه؟ عشان الانفيزيف مايكروبيولوجيكال اللي احنا بنحتاجينه ما بنعملوش. 60% من الحالات بتشخص، ما بنحتاجش ان احنا نشوف الاورجانيزم، وبندي انتيبيوتكس وبنعتبرها انه ده ستريبت نمونيا او برود سبيكترم، فبيعالج كل الانفكشن. والحقيقه النهارده الدكتور وجدي كان قاعد معايا والصبح وبيقول انه رابع جهاز راح على مستشفى صدر العباسيه، ودي حاجه كويسه جدا، اللي هو المالتيبلكس بي سي ار، وده مهم جدا جدا، واعتقد في السنين اللي جايه هيبقى موجود جدا جدا موجود في مصر، ان احنا ناخد اي سامبل وممكن ناخد 20 عيان على بعضهم في وان شوت كده، ونحط سواء بلاد او سبيوتم او بلورال فلويدز، وبيطلع الكالتشر او بيطلع النتيجه، البي سي ار بيطلع النتيجه، وكمان ممكن يطلع الريزيستنس للانتيبيوتكس، وده مهم جدا جدا، هيشجعنا ان احنا ايدنتيفاي سام اورجانيزمز اكتر من كده. وزي ما انتم شايفين هنا الموضوع ببساطه، كلينيكال سسبشن، مايكروبيولوجيكال دايجنوستس، بلاد بلورال فلويد، سبيوتم، كل اللي انتم شايفينه هنا سواء دايركت او اندايركت. دايركت يبقى مايكروسكوبيك اكزامينشن، كالتشر، انتيجين ديتكشن، وموليكولار ديتكشن اللي احنا بنتكلم عليه، والاندايركت بصوا دي سام راديولوجيكال فيتشرز للنمونيا، زي ما انتم شايفين هنا اللوبر كونسوليديشن سواء ابر او لوور، ودي ليجيونيلا زي ما انتم شايفين هنا اللور رايت كونسوليديشن. هنا الديفيوز انترستيشن انفلتريت، دي ممكن تبقى موجوده في السيفير انفلونزا، في كورونا تبقى موجوده دي، يعني قد ايه ممكن بعد الكورونا دي، شفنا حالات كتير ما كناش بنحدد بس ان هي لوبر، لا ديفيوز انترستيشن انفلتريت. وبرده ممكن تيجي بنودولار اند كافيتري انفلتريت، وتبقى في تبقى تتشخص انها نمونيا. كمان الكليبسيلا زي ما انتم شايفين، وانكريز ذا ريسك فور ابسس فورميشن، والفوليوم انكريز في الاوباستي اللي موجوده. ودي كمان الهيماتوجينوس اللي احنا قايلين عليه، بيشنتس اللي هم عندهم ايدز، اللي بياخدوا الدراج ابيوزرز، ممكن قوي يحصل لهم سيبتيك امبولاي ويحصل مالتيبل ابسس والاير فلويد زي ما انتم شايفين هنا في البلين والسيتي. الاكيوت برونكايتس والكوميونيتي اكوارد نمونيا، كتير جدا من البيشنتس ممكن قوي يجونا باكيوت برونكايتس ويبقى اشد من النمونيا، وشفناها في حالات كتير جدا جدا في الكورونا. كان ممكن العيان يجي بكونسوليديشن او بنمونيك باتشز وزي الفل مفيش حاجه، وتلاقي عيان ببرونكايتس وجاي لك بسيفير كفر سبيوتم وهكذا. طب مين اللي يحتاج هنا جايد لاينز؟ انا اعتقد انه جايد لاينز للنمونيا هي جايد لاينز في الاكيوت برونكايتس، لما يجي لك بيشنتس بسبيوتم ويلش سبيوتمز وديسنيا وكده، تعتبروا انه كذا، ولو معاه برضه كوموربيدس او ريسك فاكتورز تعاملوا على انه جايد لاينز في النمونيا. الدايجنوز بسرعه، اهم حاجه لما يجي لك عيان بنمونيا، نمبر 1 ديفاين اذا كان العيان ده سيفير ولا نوت سيفير، العيان هتعالجه اوت بيشنتس ولا هتحجزه. الحاجه الثانيه مهمه جدا وهي بريزنس اوف ريسك فاكتورز فور ميرسا والسودوموناس، والدكتوره لم يتكلموا عليها قبل كده في الهاب والفاب، انما هي برضو موجوده في الاوت بيشنتس او الكوميونيتي اكوارد نمونيا. السلايد ده الدكتور محمد عبد الحكيم دايما بيتكلم عنه، الكرايتيريا فور سيفير كاب
سواء الماينور كرايتيريا اكتر من ثلاثه، الريسبيرتوري ريت عالي، البي او 2 على الاف اي 2، المالتي لوبر انفلتريت. لما تلاقي بيشنتس الشادو اللي عندك مالتي لوبر ده سيفير، بيشنت طبعا كونفيوجن، يوريميا، كل ده موجود. الانفيزيف طبعا ميكانيكال فنتيليشن اللي هو ميجر كرايتيريا او سيبتك شوك. الكيرب اللي معروف كلنا حافظينه، الخمسه دول مهمين، واهمهم انا دايما عيان لما يجيني ويقول لي انا دخلت مستشفى واتحجزت، اقول له ليه؟ كنت غايب عن الوعي. يقول لي لا انا رحت اول ما لقوا الساتوريشن قليل. قلت له يعني انت مجرد الساتوريشن قليل حجزوك؟ قال لي اه، واللي كان رايح زي الفل. ودي طبعا دي مشكله، ان انت ممكن تحط الصابع ده يطلع لك 90 مثلا ولا حاجه، والعيان يتحجز ويدفع ولوفات على الفاضي، والعيان كان ممكن يتحجز اوت بيشنت، قصدي يتعالج اوت بيشنت. دي برضو هنا شالوا اليوريا او الرينال فيلير، شالوا بقى سي ار بي 65 زي ما انتم شايفين هنا، واهمهم طبعا زي ما احنا قلنا الكونفيوجن والسباتو ريت مع الهايبوتنشن الموجود. اهم حاجه زي ما احنا قلنا في الريسك فاكتورز، اول حاجه براير ايزوليشن اوف ميرسا. ده من الاول قال لك لا ده انا حجزت قبل كده وكان عندي ميرسا او سودوموناس، او ريسنت هوسبيتاليزيشن في اللاست 90 دايز واكسبوجر تو بارنترال انتي بايوتكس ان لاست 90 دايز. كنت لسه مع الدكتور رمضان وانا قاعد جنبه دلوقتي، قلت له اكسبوجر تو بارنترال ما قالوش قد ايه. يعني لو اخذت في الثلاث شهور اللي قبل كده حقنه سيفو تاكس، اعتبر ان انا اخذت انترافينوس. دي موجوده كده اكسبوجر تو بارنترال انتي بايوتكس ان ذا لاست 90 دايز قد ايه. فدي برضو المفروض ما تتحطش كده، لازم تبقى يعني لا لا المفروض فعلا يحطوا الحاجه صح. تاني احنا قلنا قبل كده الانتر اكشن، لما تيجي تعالج في انتر اكشن بتوين ذا هوست والمايكرو اورجانيزم اللي قلنا عليهم قبل كده. الحاجه الثانيه بقى هنا الدراجز، لما تختار دراجز لازم تبقى عارف اذا كان بكتيريسايدال ولا بكتيريوستاتيك، اذا كان الفارماكوكاينيتكس والفارماكو داينامكس، الاكسكريشن بتاعت الدراجز، كل ده اللونج ديبوزيشن بتاع الدراجز هتبقى قد ايه، وده مهم جدا جدا. بيشتغل بكتيريسايدال ولا بكتيريوستاتيك، بيشتغل انترا سيلولر ولا اكسترا سيلولر، الحاجات دي فيري امبورتنت. زي ما انتم شايفين هنا ده الفرق بين الهيدروفيليك انتي بايوتكس واللايبوفيليك انتي بايوتكس، واولهم الفلورو كينولونز، واحنا مع شركه سانوفي بنتكلم على الليفوفلوكساسين. فمن الحاجات المهمه انه هاي فوليوم ديستريبيوشن، لانه لايبو فيليك ability of diffusing throughout the membranes active against intracellular pathogens والelimination of the after liver metabolism. ودي اخر حاجه في الجايد لاينز كانت موجوده 2019 according to ATS ETSA CAB guidelines. وزي ما انتم شايفين ببساطه قوي، بيشنت ولا عنده نو كوموربيديتيز ولا في كوموربيديتيز ولا في ريسك فاكتورز سواء للميرسا او السودومونس. العيان ده اورال انتي بايوتيك يوز لاي حاجه، اموكسيسيلين، دوكساسايكل. اللي بيجوا لنا اكتر بقى البيشنت اللي هم عندهم كوموربيديتيز. طيب اللي عنده كوموربيديتيز سواء اسكيميك، لانج، ليفر، رينال، اي حاجه، يا تستخدم المونوثيرابي ب ريسبيراتوري فلوروكينولونز، واولهم طبعا الليفوفلوكساسين او الموكسي، او تدي البيتا لاكتام بلس ماكرو لايت. طيب الامبيشنس بقى، دول كان الاوت بيشنت. الامبيشنس عندك نون سيفير وعندك سيفير. الستاندرد ريجيمن في كمونوثيرابي برضه نفس الكلام، فلوروكينولونز اللي هو الليفوفلوكساسين او الموكسيفلوكساسين، او نفس الكلام بيتا لاكتام بلس ماكرو لايت. لو البيشنت زي ما احنا قلنا قبل كده كان في ايزوليشن للميرسا، على طول اد ميرسا كفرج. لو البيشنت ايزوليشن قبل كده للسودوموناس، يبقى لازم تبقى فيه سودوموناس كفر. انما لو البيشنت فيه قبل كده براير هوسبيتاليزيشن او الانترافينوس انتي بايوتيك يوز ان 90 دايز بيفور، يبقى لازم تعمل كلشر. كلشر طلع بوزيتيف يبقى اد او سويتش للسودوموناس، اد الفانكومايسن او اللاينوزوليد في حالات الميرسا، او الاد الانتي سودومونال تريتمنت. اخر حاجه هو اسسمنت اوف نون ريسبوندرز، وانا دايما بحطها ان البيشنتس العيان
لازم مهمة أول الكلينيكال جادجمنت، لازم فولو أب، لازم ايفالويشن اند ري ايفالويت. العيان اتحسن، الفيفر اتحسنت ويذن دايز، خلاص انت ماشي كويس قوي، كمل اسبوعك وخلاص على كده. البيشنتس ما تحسنش، لازم يو هاف تو ري ايفالويت انت السبب ايه. هل رونج دايجنوز من الاول؟ عيان ممكن انت خدته على انه في اكس راي، ممكن يبقى فيه اتليكسز مربونا امبولس اي حاجه، او رونج اورجانيزم الاول، سواء العيان دراج ريزيستنس اورجانيزم او مايكوبكتيريا او بكتيريا وتدور اذا كان في فانجس، اذا كان في او ان اديكويت انتي مايكروبيال ثيرابي. دي مهمه جدا، كان لسه بنتكلم على الدكتور لما بنتكلم على الـ كان اسمه الماكس بيم او كده، بندي الدوز قد ايه في حالات، انما لما ادي دوز قليله في حاله عنده سيفير نمونيا ده مهم قوي الان اديكويت انتي مايكروبيال ثيرابي. واخر حاجه اذا كان العيان ده كومبليكيتد بامبايما او لانج ابسس. اند لاستلي ثانك يو.